حان الازعاج، حان الازعاج. 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 انا تواصلت معي مدام حياه جبران وهضرات معي على هذا النشاط، وصراحه فين ما كيكون شي نشاط هكا توعوي او لا خيري او لا تحفيزي ديما صراحه كتواصل مدام حياه جبران. الوغ قالت لي على الافطار الجماعي هنا في مستشفى 20 غشت، وانا عندي قصه مع هذا المرض العين وما يمكنليش ما نلبيش النداء، وبغيت نجي معايا حتى وليداتي. بعض المرات كنقولوا المهم واحد المثل شعبي كيقول اللي سخن عليه راسو يمشي يضرب دوره في السبيطارات ويشوف المحاكم. الوغ هادو جوج بلايص كيخليوك فريمون تعضي الا حسيتي براسك كتاف كعراض، وكتشوفي الناس المراض اللي كيتمنوا غير ديك النعسه الهنيه وما لاقيناش، فكتقولي الحمد لله على الصحه. ملي كتقولي انا عندي مشاكل الدنيا والدين كتمشي تشوف شنو واقع في المحاكم، وكتقولي لا انا ما عندي والو، ها الناس بساك اللي كيعانيو. فبصح بغيت ولادي انا نبارطاجي معاهم هاد لاكتيفيتي. عرفتي كي غنشرح لك، بعض المرات كتخافي حتى المراهقه انها تجر لك ولادك في شي سيار ما هواش، تخافي من رفقه السوء، تخافي من بزاف د الحوايج. بغيت وليداتي يجيو يشوفوا ان كاينين دراري صغار اللي باغي مسكين يرتاح من هذيك الاه، باغي مسكين ينعس وهو عارف راسو ما كاينش عنده الحريق. انا عشت هادشي مع ولدي الكبير، ومهم ما كنبغيش ندخل بزاف ديال التفاصيل، وعارفه المعاناه ديال كل ام من هاد الامهات اللي جايبين معاهم وليداتهم. عرفتي واخا انا كنعنقهم وكنضحك معاهم، ولكن راه ربي العالم من الداخل كنتقطع، والله حتى كنتقطع حتى انا عارفه الناس اش كيعانيو. نقول لكل واحد فيهم الله يشافيهم، والامهات بالخصوص نقول لك علاش، راه الولد راه يتعالج ويرجع يعيش حياته، غتبقى الام ديما مبليسيا، غتبقى ديما الام عندها فوبيا من السبيطارات ومن الريحه ديال البنج، غتبقى ديما ربي اللي عالم بها. فنقول لهم الله يقويكم مع وليداتكم وهاد الوليدات، والله كون كان بامكاننا حنا الامهات نهزوا من عمرنا ومن صحتنا ونعطيوهم، ما غنقولوش لا، ولكن الاقدار وربي كيختبرنا في الدنيا، فالله يشافيهم. ماشي نقول لهم الله يشافيهم، الله يشافيهم. مبادره انسانيه رائعه جدا، الوليدات متعودين يشوفوا الممثلين ويشوفوا هكا النجوم ديال الكره ويشوفوا المغنيين في التلفازه، الوغ ملي كيتلاقاوهم فصفات واخا هذيك الضحيه كتنتزعيها منهم وسط المعاناه، كتقولي غنفرحوا بعدا هذيك الكلمه الزوينه، هذيك التعنيقه يتصور معاك يفرح بك، هذه كتقولي او موان نسي غير واحد الفراكسيون سكوند هذيك المعاناه، اما راه غتمشي مسكين وغادي يرجع للمرض ديالو. ولكن جي بغي بيان وفرحت بصح ان صحابي لي زارتيست جاو لباو النداء ويفرحوا هاد الوليدات، راه سا توش والله حتى سا توش انورميمون. ففوالا وشكرا للاعلام بدا انكم كتوثقوا هاد لاكتيفيتي، جو بونس كو اترافيغ هاد الفيديو غادي تشجعوا ناس وحدين اخرين يجيو يفرحوا بهاد الوليدات وهاد العواشر والعشر الاواخر وفي الاعياد وفي راس العام وفي اي وقيته الناس يجيو يفرحوا الوليدات صغار. ففوالا شكرا لكم. السلام عليكم. هذه المبادره اللي غاديرها 20 غشت هنايا زعما واحد المساله اللي رائعه، واحد المسانده لهاد الاطفال المصابين بالسرطان اللي كنكونوا حاضرين معاهم حنايا كفنانه كرياضيين كصحفيين، باش نعطيو غير واحد الدعم لهاد الاطفال هادو باش يكونوا حاضرين معاهم، باش يكونوا حاضرين كذلك لهاد الاباء اللي كيكونوا معاهم. دونك هذا الدعم من هاد الناس هادو وجزاهم عند الله. اليوم فاحنا بين الطلب ديال حياه جبران اللي كنشكرها بزاف على هاد البادره اللي كدير، شنا الوليدات الصغار اللي بهذه المناسبه الله يشافيهم والله يعطيهم الصحه ديالهم. صعيب شويه الحال ولكن الله ينزل العفو يا رب العالمين. وبهذه المناسبه فانا كنتمنى لهم عيد مبارك كريم، وان شاء الله كل واحد فيهم يوقف على رجليه والله يرجعوا تسلم لوالديه. مبادره طيبه بزاف تفاصيل هذه حياه جبران، ماشي غادي نقول كتكون سباقه ولكن كدير ديما سو جون دينيسياتيف مزيان، حتى الوليدات ملي كيجيو كيشوفوهم كتدخل شويه الفرحه للقلب، يعني كنواسيهم غير واحد شويه كنخفوا شي شويه الالام اللي فيهم. الله ينزل العفو، هادشي اللي غادي نقول لك. اول حاجه كنشكر لحياه جبران وكنشكر السيده الاستاذه ليلى بن حميد دون اللي دائما كيعطونا هذه الفرصه هذه باش كنجيو كنتواصلوا مع هاد الوليدات هادو الله يشافيهم في المستشفى ديال 20 غشت. ماشي هذه اول مره اللي كنجيو، هذه كنجيو كل في العام كنجيو واحد جوج ثلاث مرات في العام حنا وهاد التله اللي شفتوها ديال الفنانين ديال ليزارتيست اللي كاينين كاملين، وكنقول لهم شكرا شكرا بزاف. بالنسبه لهاد الوليدات هادو الله يشافيهم الله ياخذ بيديهم ان شاء الله، كنتمنى لهم الشفاء العاجل، لان ما يحز في القلب ملي كتجي كتلقى وليدات صغيرين بزاف اللي كيكونوا مرض كيضرب قلبك، ولكن حنا كنشوفوا يعني الاطقم الطبيه تبارك الله يعني حاطين العنايه ديالهم وشي طالع شي هابط الحمد لله ما عندي ما نقول،
وحنا كنقولوا لهم الوليدات كنقولوا الله يشافيهم الله ياخذ بيديهم وهذا الشيء اللي غنقدر نقول. ممكن نكونوا الا سعداء وحنا كنجتمعوا اليوم اننا نزوروا هاد الوليدات هادو. بادره جد طيبه، هي بادره سنويه وكنتمنوا انها تكون دائمه لان فرصه نتلاقاو معاهم اليوم كنتلاقاو مع العائلات ديالهم. اقل ما يمكن يدار في هذه اللحظه هو ان هاد الوجوه الاعلاميه والفنيه وانتوما ان كل شيء يكون حاضر في هذه اللحظه هذه، كل شيء يكون حاضر معاهم قريب لهم، فهذا شيء مفرح. والاهم شيء كامل الله يفرج عليهم والله يشافيهم والله يرجعهم بخير لعائلاتهم، ومبروك عواشركم كلكم. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.